السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا عالم الجديد؟ النهارده معانا لعبة سلندرينا، سلندرينا كلير كلير الليفل 3 على فكرة. الكلاس 3، انا بنادي لك ليفل 3. ايوه، نفتح البوابة كده، تلات ابواب حرام. ليه كده مقفول البوابة كده؟ حمامات الله يخليك. بعدين معاكي يا نهار اسود، نسيت افتح دي، ما فيهاش حاجة. مفيش حاجة برضو. كويس. ايه ده؟ بوك اتنين في نص الأوضة؟ ايه ده؟ ايه ده؟ عندنا هعمل ايه؟ صاد مزعج. ازاي بعمل بخفض الموسيقى؟ قتلني الموسيقى، صوت الموسيقى مشكلة والله، صوت مشكلة، صوت الموسيقى مرة مشكلة. بوابة مقفولة. يا جدعان دولي حل مع الموسيقى دي. إذا بعدين ما حصل. يا لهوي. في بوك هنا مشكلوش. خليني اجرب الأوضة الثانية، الأوضة اللي هنا حاجة. وأخيرا ربيتها مرتين بتطلع لي بت بت بت. لا مفتاح راحت، مفتاح جاي. الكتاب الرابع خرجت، الصوت خرجت من هنا برضو. هنا ما فيش حاجة، يبقى خليني ارجع، ارجع احسن. البوابات مقفولة. استنى، ما جبتش هنا صح؟ ما جبتش هنا. طب ايه هنا؟ ما فيش حاجة، ما فيش حاجة. الله ينعلم البوك بيعمل ايه هنا؟ ادوني حل يا جدعان مع صوت الموسيقى، عشان كده بسبب صوت الموسيقى ما بيطلعش صوتي. في مفتاح هنا، بسبب موسيقى اللعبة ما بيطلعش صوتي على فكرة. انت بتقول انت كنت بتقول ركس واضح. انا هو صوتي واضح، عم اتكلم بوضوح، بس الموسيقى هي بيغطي المايك، بيصير مش واضح بسبب الموسيقى بتاع سلندرينا. يعني بقدر في الموسيقى بتاع جيراني واضح، بس موسيقى سلندرينا ما بعرف ازاي ازاي. يعني دي موسيقى، فكرت موسيقى عشان اخلص من الموسيقى. انا متضايق من ام موسيقى. دي هنا في حاجة، بتاعت الكاميرا دي. انا افتكرت دي موسيقى بخلص منها. انا اعمل ايه؟ ادولي حل يا جدعان. فتحت البوابة خطأ، وانا ما عنديش المفتاح،
ما عنديش اي مفتاح والله. ايه ده؟ على بليز العدو، الله يعين على بليز العدو. كويس تامن، الله يعين على بليز العدو. حركاتك، لا مش عايز اتقرب من صورتها عشان ما نكبش وتخرجني. ايه ده؟ في مفتاح هنا، هو في بوابة مقفولة برضو، في خشة. ما فيش خشة خلاص. طب دي المفتاح تبعي. المهم ماليش دعوة مفتاح تبعي وباين زايدة. المهم ده انا هختمها، والى هنا وصلنا نهاية الحلقة. يا رب يعجبكم، ما تنسوش سبسكرايب، ما تنسوش ليه بتصرخي؟ عايز اعمل نهاية المتقدمة مقدمة. ما تنسوش اللايك وسبسكرايب يا لهوي، وبعدين ما تنسوش اللايك والسبسكرايب، وسلام.